السلام عليكم. اليوم معكم فيديو جديدة، فيديو اللي غنتكلموا فيها على الحاج محمد بودريقة. سي بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، واللي دائما الاسم ديالو يقترن بالجدل. في لحظة تصفية الحسابات أو تصفية الذات، يخرج بودريقة عبر MFM مع الأستاذ أبو السهل ويتحدث ويكشف مجموعة من المعطيات. بزاف الناس غيقول لك لا راه عادي، ما كاين حتى شي مشكل، الباساج ديالو كان مزيان، ولكن اللي ما عاديش هو اللي غنطرقوا ليه في هذه لا فيديو هذه. علاش؟ كاينين بزاف الاشياء. بودريقة كيعتبر انه الرجاء ديالو، بودريقة يقول انه لم يخطئ ومع ذلك يقر باخطائه، ومجموعه من الاشياء اخرى اللي غتكتشفوها في الفيديوهات. ما تنساوش انكم تشتركوا بالقناه ديال يوتيوب ديربي فوت، ما تنساوش انكم تخلوا كومونتير وكذلك ديروا جيم لا فيديو. غنخليكم مع لا فيديو، غنبداو مقطع بمقطع لتحليل ما قاله بودريقة. تابعونا في قناه ديربي فوت وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا باخر اخبار الكره المغربيه، وباش تستمتعوا بالتحليلات ديال ابرز المدربين والصحفيين في المغرب. ماشي ديال هاد السنه، هادشي جاي من سنوات ومن تراكمات، وفيه نقاش كثير. ازمه ماليه ماشي ازمه ماليه، ديون ماشي ديون، عز ولا مديونيه. دونك انا ملي كنتكلموا اول حاجه يقر بودريقة انه المشاكل ديال الرجاء هي تراكمات، وفي نفس الوقت ما كيعتبرش راسو هو جزء من هاد من هاد التراكمات، لانه في اي خرجه اعلاميه كيقول لك لا انا خليت الرجاء مزيانه وانا جيت ليها خاويه، ومن بعد عطيتها الحسبان وحسبان ما قدش عليها، وهذا الشيء هذا اللي سبب الازمه، ولا حسبان خرج وقال 16 مليار وقال 20 مليار، في حين انه حسبان جميع الارقام اللي كان كيدلي بها كل ارقام كانت صحيحه انذاك. فبالتالي ما يمكنش انت بالنسبه لك كتكلم على رؤساء اخرين والمشاكل الاخرى، فانت كتكلم على يعني تراكمات، ولكن ملي كنوصلوا عندك انت ما كيبقاوش تراكمات، وكيولي انت كنتي مزيان وتوب دو توب، ولكن الناس الاخرين فهما اللي كان فيهم مشكل. هادشي بعدا النصيحه اللي بغيت نتكلم من هذا الحديث ديالي اليوم، وماشي عتاب وليس انتقاد وليس انه بغيت نخرج في بودريقه، وانما نتمنى انه يتقبل هاد المعطيات كلها وهادشي اللي غنقوموا به في هاد لا فيديو هادي بصدر رحب. واش تكون ديالك انت كرئيس ورزقك، ولا تكون عندك افكار انك تجيب الفلوس؟ انا جاوبت. هما شوف، هو هادشي اون باراليل، حنا ما بغيناش واحد يجي عنده الفلوس لا وفي الاخر يعيا ومسكين فلوسه وهذا. دونك هنا ملي كيتكلم سي بودريقة كيقول لك انه ضروري خصك تجيب السيوله الماليه، وفي الحديث انه حتى لو جا شي رئيس اخر دائما غيجيب فلوسه، ولكن واحد الوقيته غيعيا. يقر بودريقة على انه اي واحد غيجي غيبقى يعطي من فلوسه وغيعيا، فبالتالي الاساس شنو هو؟ هو المشروع، والمشروع اللي غنجيو غنتكلموا عليه في لقطات اخرى. من غير فلوس، فلوس مهمه بيان سور، غادي ما كناقشوهاش، وكيف نفس الوقت خاصك تعرف كيفاش تخلي المؤسسه او الرجاء كمؤسسه تسير بدون شخص ما. غنجيو لواحد النقطه مهمه جدا وعندها علاقه بهذا المقطع هذا، ولكن خليكم بعد لحظات. تقول لي الفلوس، يعني استعملت السيوله ديالي الماليه كامله في الفريق مده 3 شهور ولا 4 شهور، ما عمري شفت انا البنك ديال الرجاء. وغادي تخلط شركتك مع الفريق؟ لا، هذه شوف هادشي شوف تخلط ما تخلطش، خطا ماشي خطا، المهم هادشي اللي كاين. دونك انا ملي كنتكلموا تخلاط ديال الشركه بالرجاء الرياضي، هو كان هو الواقع ديال داكشي اللي عاشوه بودريقه في تسييره لفريق الرجاء الرياضي. ولكن النقطه هنا اللي خصنا ندقوا فيها هو اللي كيقول خطا ماشي خطا، يعني بحد ذاته هو براسو ما قادرش يقول لا راه داكشي اللي درت راه كان هو عين الصواب، وانما هادشي اللي درت راه ممكن كان يكون خطا او لا ما يكون سوء تقدير. فبالتالي طريقه ديال التدبير مازال غنجيو نقطه نقطه، وغنبقاو غاديين بشويه بشويه، لانه كاين ما اكثر من هاد التصريحات هادو اللي كاينين دابا. تقول لي كاينه غتكون ديك ليكيليبر، التوازن المالي ما كاينش في الفرق. كنقول لك انا من هنا راه كاين، ونقول لك انا بالارقام وبالدلالات، وجيب لي اي عالم من العلماء ديال المال، ونقول لك بان راه ما عمرو كيكون توازن. دونك هنا غنبغي اللقطه الاولى اللي نتكلم عليها هي خلينا من ديكيليبر. دونك هذا برلماني ديال الامه كيقولنا ديكيليبر ماشي مشكل. ركزوا لي على التوازن، ما عمرو يكون التوازن، ولكن الخطير هو اللي جاي من بعد هذا الشيء. بغيتي التوازن خصك تهبط البيدجي، هبطتي البيدجي ما غتكونش في ذاك ما غتكونش في ذاك اللاعبين اللي غتبغي تجلب، ولا ذاك النوعيه ديال اللاعبين ولا المنافسه غتنافس عليها ما غتكونش. دونك هنا يعترف بودريقة بانه الا بغيتي انك دير التوازن المالي، والتوازن المالي مهم جدا لصيروره الفريق على المدى الطويل، اي انه خصك تقلب على موارد ماليه. ما كنقولش لك انه فقط تهبط البيدجي، خصك تطلع مواردك الماليه بشكل كبير، رغم انه هذا الشيء في اشكال اليوم على مستوى يعني المغرب وسوق الاشهار في المغرب.
ولكن كيقول لك انه ما عمره غيكون توازن. عندك جوج الاختيارات، يا تهبط البيوتجي ولا هبطتيه ما تقدرش انك تنافس وما تقدرش انك تجيب اللاعبين بالمستوى المزيان. يعني في حد ذاته هذا الشيء اللي كيقول هو اللي كانوا كيقول لنا هاد يعني هاد الرؤساء الاخرين. الفرق بينهم ان الرؤساء الاخرين ما كانوش كيجيبوا الفلوس وكيقولوا لنا هذا الشيء، في حين ان ابو دريقان كان كيجيب فلوس وكيقول لنا هذا الشيء. وهذا الشيء ان دل عن شيء فانما يدل على انه بودريقه او الحاج بودريقه هو السبب في الازمه. ونقولوا السبب واحد لانه غنكونوا يعني مجحفين في الحق ديالو، اننا نقولوا راه بودريقه هو السبب ديال الازمه للرجاء كلها. كانوا اسباب قبل من بودريقه لانه ايضا كانت مديونيه الوقت اللي دخل بودريقه للرجاء، ولكن ملي كتسيني مع لعاب مليار وكتسيني مع لعاب 900 مليون وكتسيني مع لعاب بمجموعه ديال الاموال، الحقبه اللي سير فيها بودريقه خسر 5 المليار ولا 4 المليار باش دا البطوله وباش مشى يعني مشى لديك لاكوب. فكان كان انا ذاك واحد القيمه ماليه كبيره، ما كنقولش 5 المليار في المجموع، يعني غير المصاريف وبعض الانتدابات ماشي كلها. على اي هذه نقطه مهمه لانه التوازن المالي شيء مهم، ولكن الحل ديالو ماشي هو تهبط البيوتجي، والحل ديالو ماشي هي تبقى تصرف غير باش تنافس مع الناس ديالك وتخلي اللي غيجي وراك غيغرق. وي انا تا 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 سي محمد سير بعقليه ديال مشجع بحب النادي. دونك هنايا هاد المقوله هذه اللي قال لنا انس، تحياتي السي انس، ما جاوبش عليها السي بودريق باش نكونوا واضحين. فبالتالي الخطا الكبير اللي داره بودريقه هو انه سير الرجاء الرياضي كمشجع. خصك تفرق فاش كون كتسير كتبغي الرجاء، ولكن في نفس الوقت خصك تسعى للمصالح ديالو. المصالح ديالها ماشي هي انك تحقق الالقاب فقط وتغرق الفريق بالمديونيه، وانما تحاول تحقق الالقاب وفي نفس الوقت تخلي الرجاء وتخليها اللي غيجي من بعد منك ويجي بعد منك، لانه الغرض ديالك هو الفرقه اللي كنتي كتبغيها. انا ما كنشككش اكيد في الحب ديالك للفريق، ولكن الحب الحقيقي هو اللي كنخدموا عليه ماشي هو اللي كنبقاو غير نديروه شعارات. بحيث بعض المراكز كتلقى فيهم ثلاثه ضربة ديال الانتدابات، على سبيل المثال اريير دروا شحال كنا كانوا عندنا اربعه، لي زاريير غوش كانوا خمسه، كانوا شي امور اللي سي محمد ما عندوش اليد فيها. انا كنقولها كان غير كيسني ما كيشوفش حتى اللعاب. هنا سي محمد بودريقه هو ماشي هو اللي غيجاوب، سي محمد ابو السهل اللي غيجاوب. فبالتالي ملي كنسمعوا انه الرئيس ديال فريق الرجاء الرياضي في العهد ديالو في 2013 2012 انه كان غير كيجيو لعابه هو غير كيسني، فهذا بحد ذاته استهتار، واستهتار كبير في التسيير. يعني كيضرب المصداقيه ديال كاع داكشي اللي بقى بودريقه كيقول لنا لا نسيت الرجاء بالطريقه المثاليه وبالطريقه العلميه الى اخره. دونك نكملوا مازال نشوفوا هذا المقطع. لا ما عندوش يد فيها الا كان حكيسني الحين كرئيس غادي يقبل كان شنو راه مسؤول. هو اكيد استاذ ابو السهل هو مسؤول، بودريقه مسؤول، فبالتالي ما يمكنش غير يجي ويسني، وهذا الشيء اللي خصنا نتكلموا عليه ونوضحوه مازال، وهذا الشيء اللي ربما خصنا نتكلموا عليه ونوضحوا بشكل اكبر. اعطينا مثال، اعطينا مثال، كنا واحد اللاعب استرزق مثال. انا سي محمد بودريقه كان جعفري قال لي انه كانوا بعض الاشخاص يسترزقون من الرجاء في الحقبه اللي كان فيها هو الرئيس ديال الفريق. فهنا بودريقه قال لي لا ما يمكنش انه يكون شي واحد كان كيسترزق في ذاك الوقت. عطينا غير مثال، عطينا غير مثال، نخليو هذا الشيء هذا ونسمعوا المقطع اخر ديال سي بودريقه في نفس الخصوص. واش دابا انا نمشي معاك، انا ما عندي ما نخبي، دابا كرول، واش دابا انت تشك في ان كرول غلط في اللعاب؟ غلط بالتاريخ ديالو اللاعب اكسيتيرا. منين عند كرول كسي بودريقه بغيت واحد اللاعب من غانا هو ميسي افريقيا، تجيبوه ولا ما تجيبوش؟ انا اللي عندي ونجيبو غادي نسوقو لك. دابا ملي يجي عندك كرول شوف عندي ميسي افريقيا كتقول له ويلي عليه مالك ميسي كيفاش وشحال 200000 دولار. دونك هنا السي محمد بودريقه يتحدث على انه كرول سمسر في لعاب وجاب لعاب اللي ما كيسوى والو وباع ليه الوهم، وهو كان ساذج ومشى وشرى داك اللاعب. فبالتالي يلاه كتقول لنا ما كاينش اللي يسترزق، وفي نفس الوقت من بعد منها كتجي يعني في الحلقه في الاخر ديال الحلقه اولا من بعد 21 30 دقيقه تقريبا، وكتجي وكتقول لنا لا راه كاين من يعني شكون اللي صيدك في التسيير. دونك هنا ما يمكنش انا نفهم السي محمد هاد التناقض في نفس الكلام وفي نفس الحلقه، ماشي حتى مع الزمن. ربما نتفهمها الا كانت
دابا 3 سنين قلتي شي تصريح ومن بعد منهم 3 سنين غلطتي وقلتي شي حاجه متناقضه نقدر نفهمها، ولكن في نفس الحلقه صعيب بزاف. يعني خاص خسرت الصحه ديالي قلتي 28 عام 29 سنة كان عندك كونسيون بسبب الرجاء. لا لا الله يجيب الشفاء اولا، لانه يعني ما بغيت حتى شي واحد انه يمرض. ومادام انه قلتي جاك الطونسيون بسبب الرجاء، فما تنساش شحال من حاجه زوينه جاتك بسبب الرجاء. وانا حتى الطونسيون اللي كتكلم عليه ممكن انني نقول لك راه بالنسبه لك انا ذاك ما كانش عندك اشكال في تسيير الدراجه اللي دار لك هذا المشكل المرضي، لانه ربما كان الوزن ديالك انا ذاك اللي فات 120 كيلو هو اللي خلاك يعني انك يعني ممكن انك تصاب مثل هذه الامراض السكري، يعني الطونسيون او لا مجموعه من الامراض اللي كتجيك فاش كتكون عندك السمنه او الكوليسترول على سبيل المثال. الله يجيب الشفاء سي محمد البودريقه. هذا موضوع ما كيهمش، ولكن بغيت نوضح لك فقط ما تجبدش غير داك الشيء الحوايج الخايبه اللي وقعت لك في الرجاء، جبد ايضا شنو هما الحوايج الزوينه اللي وقعت لك في الرجاء، كمثال الدخول الى القصر الملكي، كذلك انه تحصل على القاب ما يمكنش لك تحصل عليها. وما تنساش انه ايضا راك ما جبتيش الشامبيونز ليغ بداك السيوله الماليه كلها اللي كنتي حطيتي وداك الاموال كلها، ما حققتي حتى شي حاجه في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي هذه كتبقى اصلا واحد النقطه سوداء في حقبه ديال السير ديالك رغم الانجازات الكبيره اللي حققتي. ولكن ملي كتخلي واحد تحفه رياضيه واحد المعلمه هذه كتحسب لي انا كما قلت لك انا كترحمش على الالقاب، ما كنتكلمش على نهائي كاس العالم. سي محمد بودريقه يتكلم هنا على الاكاديميه ديال الرجاء الرياضي، الاكاديميه اللي كانت عفوا يعني كانت هبه ملكيه واللي عطاها جلاله الملك، وكذلك يعني البناء وكذلك المصاريف ديال بناء هذه الاكاديميه عطاتهم الجامعه. دونك ماذا يحسب لك في هذه في هذه الاشياء؟ هذا هو اللي ما مفهومش. نعم جات في عهدك نتفقوا عليها، ولكن قلتي انه منين نخلي غير هذيك القضيه وبغض النظر على الانجازات وبغض النظر على الالقاب، فبحال كتقولي انك درتي شي حاجه سبيسيال اللي ما داروهاش شي حد اخر، الوغ كو داك الشيء جا من عند القصر ماشي من عندك السي محمد بودريقه. هذا من جهه، من جهه اخرى نبغي نقول السي محمد بودريقه انه الوعود اللي كان قدمها كاينين بزاف الحوايج، الرجا تيفي، مارادونا، تكلم على انه تكون واحد اللجنه ديال مكافحه المنشطات ما كانتش في الفرقه، بزاف ديال الوعود اللي عطاها. وفي خلال الحديث ديالو في هذه الحلقه قال انه حقق 80% من المشروع ديالو. الوغ كو نقول لك السي محمد بودريقه الا درتي اخفاق في الشامبيونز ليغ وكتعتبر راسك انك حققتي 80% من البرنامج ديالك فانت مخطئ. غيجي ياخذ الرجاء، دابا انا ملي بغي اللي بغي ياخذ الرجاء هذا يمكن خطا من بين الاخطاء اللي ارتكبت انني ما حاولتش انني نجيب واحد الرئيس نهيئ الخلف. لا نهيئ الخلف وي ما كانش عندي تهيئ الخلف. دونك هنا سي محمد بودريقه يعتبر نفسه وصيا على الرجاء الرياضي وتسيير فريق الرجاء الرياضي، وانه كان من اللازم عليه انه يهيئ الخلف ضاربا كل اعراف الديمقراطيه اللي كانت كيعرفها فريق الرجاء الرياضي، واللي من خلالها هو صعد ايضا لرئاسه النادي، حيث انه ترشح في 2010 وما جابش الله التيسير، ومن بعد منها ترشح في 2012 ولا رئيس، رغم انه قدم نفس المشروع لمده اولى لمناسبتين. فبالتالي انا ما كنفهمش كيفاش لا راه انا ما جبتش رئيس وانا اللي ما وجدتش الخلافه، هذه ما كنفهمهاش من سي محمد بودريقه. وغنزيدو ناكدوها في واحد المقطع اخر مع واحد المستمع اللي اتصل بهم، لانه ملي كتعتبر النادي ملك ديالك تؤكد النظريات ومجموعه من الاشخاص الرجويين الغيوري اللي كيخرجوا دائما وكيقول لك السي بودريقه بعد من راجع. علاش؟ لانهم كيعتبروك انه دائما كتعتبر الرجاء ديالك، وانه كتقدر بهذا الحب هذا كتعرقل مجموعه من الاشياء الاخرى. هو غيترشح وغياخذ الراجع. واش انا عمري قلتها؟ وما خديتيهاش وما خديتيهاش. وانا كون بغيتها كون خديتها. ها؟ كون بغيتها. دابا شوف مني جات شوف مني جات في البدراوي كيبان واحد الامل، واحد النقطه بالضبط كتبان للجمهور ديال الراجع. عارف منين بان البدراوي؟ اياه؟ عارف شكون جابو؟ شوف شوف واش دار عارف شكون جابو؟ انا ما انا دونك هنا سي محمد بودريقه يتحدث على انه المتصل قال لي انه انت ترشحتي في كل مره تترشح وفي نهايه المطاف يعني ما كتدخلش وما كتقدمش الملف ديالك. جابو بودريقه وقال لي انه فين عمرني قدمت ترشح. نعم كنتفق معك 100% سي محمد، ولكن بغي نفكرك انه الناس اللي كيخرجوا دائما وكيخرجوا الخبر ديال انه النيه ديالك عن الترشح على الترشح هما اصدقاء ديالك، هما مقربين منك، هما محسوبين على الدائره ديالك. فبالتالي
ناس كيخرجوا نعم، ولكن انت ما كتخرج بشكل رسمي، وهذا مفهوم جدا باش انه ما يتحسبش عليك هذا الشيء. هذا الا كانت عندك النيه بصح في الترشح فخصك تخرج تعلن على راسك، ولكن علاش الناس صحابك كيخرجوا وانت كتبقى ساكت وما كتنفيش وما كتاكدش، كتخلي ديك الاشاعه جميله جدا وتستفيد منها، بحيث انك انت كتخلي هذاك الترويج ديال الاسم ديالك دائما في كل مناسبه وحين. دونك هنا اشكال الاول. اشكال الثاني كتقول وكون بغيتها كون شديتها، دونك كتعتبر راسك السي بودريقه انه الرجا ديالك بوحدك. انا كنحاول نقي الالفاظ ونعرف شنو كنقول باش نبقى دائما هاد لا فيديو في اطار الاحترام، لانه كاين شي الفاظ هما اللي كيلاقوا ولكن ما قدرتش نخرجهم مع كامل الاسف، كيبقى داكشي في الحد ديالو. ثالثا كتجي وكتقول السي محمد انه واش عارف شكون جاب شكون اللي جاب البدراوي؟ السي البدراوي ما قالش لنا انه انت اللي جبتيه اولا. ثانيا خرج انت وقول لنا انه انا اللي جبت السي البدراوي، ماشي ثالثا ماشي رابعا. ومن بعد الا كنتي انت اللي جبتي البدراوي صافي دي غير انت اللي انقذتي الرجاء، ولا انت اللي درتي شي خير كبير في الرجاء، الوغ كان ممكن انه السي البدراوي يتواصل مع احد الاشخاص الاخرين ويجيبو ويقدم ليه يعني هاد اليد هادي باش انه يترشح لرئاسه فريق الرجاء الرياضي. خلاصه القول السي محمد، مازال محمد بودريقه هو محمد، مازال الحاج محمد بودريقه هو هو، رغم انه حاج باقي هو هو، ما كنلقاش المسؤوليه وما كنلقاش انه بودريقه ولات عنده داك النضج الفكري في الحديث على الامور التسييريه ديال فريق الرجاء الرياضي. ناهيك على واحد التدوينه اللي مع كامل الاسف حتى نحطها حشومه كاع نحطها، نائب برلماني كيكتب تدوينه كلها اخطاء، لا من ناحيه الصرف لا من ناحيه كل شيء اخطاء املائيه، باش ما بغيتي حشومه كاع يكون عندنا نائب برلماني يتكلم بتلك الطريقه. على الاقل كاينين جوج الاشياء، الا ما كنقدرش نكتب ولا ما كنعرفش نكتب ما نكتبش، وكذلك نبدا نفكر في اي حاجه قبل ما نقولها، لانه ولا موقعك موقع حساس، وغدا ولا بعد غدا راه غتكون في الجامعه، فبالتالي راه ولات عندك مسؤوليه. خلينا ما نطيش وخلينا من داك الشيء اللي كنتي عشتي فاش كنتي صغير، ما خصوش يتكرر. وهذه كانت نصيحه اخويه ربما تكون قاصحه السي محمد، ولكن كان لابد من انني نوقف على هذه النقاط، رغم انه كاينين بزاف نقاط اخرى اللي كانوا في هذه الحلقه هذه ديالك مع الاستاذ محمد ابو السهل، واللي ما بغيتش نطرق لها، خليناها كفايه غير هذا الشيء هذا اللي قلنا. تحياتي سي محمد، وشكرا لكم ايضا انتم مشاهدتنا مشاهدينا الكرام. ما تنساوش سبسكرايب، كذلك انكم ديروا لايك وتخليوا لنا كومنت في هذا الفيديو. تحياتي. تابعونا في قناة دلف الفوت وما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا باخر اخبار الكرة المغربية، وباش تستمتعوا بالتحليلات ديال ابرز المدربين والصحفيين في المغرب.